وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس عبد الله محمد الغانم، أخصائي مواصفات أول بإدارة الفحص والمقاييس في وزارة الصناعة والتجارة. أهلا بك في نشرة الثالثة. إذن تم حظر بيع وتصنيع وتداول واستيراد منتجات الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد والتي يقل سمكها عن 35 ميكرون. هل بالإمكان تزويدنا بالمزيد من التفاصيل وما السبب وراء اتخاذ هذا القرار؟ اعتمدت وزارة الصناعة والتجارة قرار حظر الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد والتي يقل سمكها عن 35 ميكرون، وذلك تنفيذا لبرنامج العمل الحكومي في تأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة وتحقيقا لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 في حماية المساحات الطبيعية والحد من التلوث البيئي، حيث يهدف هذا القرار إلى حماية البيئة من الملوثات والحد من انتشار المخلفات البلاستيكية التي عند تحللها فهي تتحلل إلى جسيمات بلاستيكية دقيقة تساهم في بشكل مباشر في تغيير المناخ. وشمل مجال تطبيق القرار جميع أنواع الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي يقل سمكها عن 35 ميكرون عدا الأكياس المستخدمة للأغراض الطبية والأكياس المصنعة بغرض التصدير. نعم سيد عبد الله، هل تم الأخذ في الاعتبار مدى تأثير القرار على المشغلين الاقتصاديين والمستهلكين كذلك؟ قامت وزارة الصناعة والتجارة بعمل دراسة شاملة للوضع الاقتصادي للمصانع الأكياس البلاستيكية وأيضا غاضة البيع الرئيسية وكذلك الوضع الاقتصادي للمصانع بدائل الأكياس البلاستيكية في مملكة البحرين، حيث نتج عن هذه الدراسة أن نسبة 86% من المصانع المحلية سوف تستمر في صناعة المنتجات البلاستيكية الغير مشمولة في القرار الوزاري وأيضا تصنيع بدائل الأكياس البلاستيكية، ونسبة 100% من هذه المصانع تنوي تصنيع أكياس بلاستيكية ذات الاستخدام المتعدد والتي يفوق سمكها عن 35 ميكرون. لذا نريد أن نوجه رسالة لجميع المواطنين والمقيمين بأن أكياس التسوق البلاستيكية التي يفوق سمكها عن 35 ميكرون والأكياس البديلة الصديقة للبيئة مثل الأكياس المصنوعة من الورق والأكياس المصنوعة من القماش راح تكون متوفرة في الأسواق المحلية. نعم المهندس عبد الله محمد الغانم، أخصائي مواصفات أول بإدارة الفحص والمقاييس في وزارة الصناعة والتجارة، شكرا جزيلا لك.